اهلا وسهلا بكم. الجهاز اللي معانا النهارده واللي هنشوفه دلوقتي جهاز اقدر احول بيه التلفزيون بتاعي او لو كان شاشه عرض الى تلفزيون او الى شاشه ذكيه. بمعنى انا عندي التلفزيون ده سمارت، ولكن الاندرويد بتاعه قديم خالص فوقفت منه كل البرامج. انا احب اشغل كل البرامج بتاعتي على الشاشه لان النظر في التليفون لفتره طويله بيتعب النظر. الجهاز هو عباره عن، اولا هو اسمه اندرويد بوكس، وهذه الجهاز اهو